أكثر من 183 عائلة هددت بالطرد والترحيل من إحدى المجمعات السكنية في العاصمة بغداد. القصة بدت من 2003 مو هسه. قدرت هاي العائلات أن تحصل على برقية تتيح إلها السكن في مجمع اليرموك الكائن في منطقة اليرموك بالعاصمة بغداد. بعد مضي فترة من الزمن استطاعت تلك العائلات أن تقابل مسؤول حكومي كان بوقتها يشغل منصب رئيس الوزراء للسماح لهم بالبقاء داخل المجمع. بالفعل نجحت هاي العائلات بإقناع السيد رئيس الوزراء آنذاك وتمكنت من البقاء في المجمع لسنوات أخرى لحين ما أجى القرار بإخلاء المجمع على الفور مع مطالبة العائلات بدفع ديونها المتراكمة عليه. الآن بعد أن سمحوا لهم الآن قالوا لهم أنتم مدانين ولازم تدفعون الفلوس. لجان تفتيشية أجرت كشف على الموقع ودونت في سجل العائلات ديون تراكمية مع فرض أوامر قضائية بالإخلاء ومن يخالف مصيره السجن. المهلة اللي أعطيت للأهالي تنفيذاً لأمر الإخلاء شهر واحد بس، يقابلها وجوب تسديد الديون للدولة، في حين أبلغوا القسم الثاني من تلك العائلات بقرار الإخلاء في مدة أقصاها 7 أيام لا أكثر. الدولة العراقية وضعت خيار واحد أمام العوائل اللي تقطن في مجمع اليرموك السكني، وهو الإخلاء الفوري وتسديد الديون ضريبة السكن طيلة السنوات في المجمع دون أي مقابل. في حال عدم الإخلاء تترتب غرامة مالية على البيت الواحد، وأدنى حد يترتب عليه حوالي 193 مليون إلى 200 مليون دينار عراقي، هاي الديون المترتبة عليهم. الأهالي المهددين بالترحيل بينهم زوجة شهيد عندها أطفال أيتام، انطت مهلة تتراوح بين 7 أيام فقط إلى 7 أيام، منها 7 أيام تخلين البيت، أما تطلعين أو نطلعش بالقوة، مع إلزامها بدفع الديون. في حال عدم الدفع أبلغت بأنه مصيرها السجن، مثل ما تقول هي أنا زوجة شهيد وأنا الوحيدة اللي هددت بهذه الطريقة، كما أكو مجموعة نساء أخريات تم تهديدهم بالسجن. وهنا نتساءل حقوق الإنسان اللي دائما يتبجح بها المسؤولين ويطلعون ويقولون إحنا دا نشتغل من أجل هذا الشعب العراقي، وينهم؟ المنظمات الأممية والإنسانية وين؟ عشائرهم وين؟ هاي العشائر اللي تلقاها بكل قوامة وبكل عطوة وبكل مشكلة وبكل إطلاق نار وبكل اشتباك، وينهم؟ الدولة وين؟ القانون وين؟ يعقل؟ هل يعقل أن تهان المرأة العراقية بهذه الطريقة؟ تطرد بالشارع بلا معيل بلا راتب؟ شنو شغل الدولة؟ الدولة شغلها إذا الناس ما عندها سكن تسكنهم غصبا عن الدولة، توفر لهم سكن غصبا عنها، تحميهم تآويهم، أحسن ما ينهانون ويطلعون بالشارع ويصيرون يشحذون ويروحون إلى أمور أخرى. أي قانون هذا؟ أي قانون؟ حتى المرية ما تسلم منهم. وحدة من هالفتيات مثل ما قالت زوجها شهيد، وثاني يوم من استشهاد زوجها اجوا ودقوا بابها وهددوها بالترحيل مع غرامة مالية لازم تدفعها. ما فكرت وين راح تروح؟ مصير أطفالها شنو؟ يروحون بالشارع؟ هذا جزاء اللي دافع عن بلده؟ جازون عائلته بهاي الطريقة؟ خلينا نشوف بعض من هذه المناشدات اللي وصلتنا. رئيس الوزراء، من صرت رئيس الوزراء قلنا جانا الخير، قلنا جتنا الرحمة والبركة، لكن جانا الضيا من النوبة، يجونا بالليل بنص الليل سيارات، تعالوا طلعوا من والله العظيم بس غرفة واحدة عندي، والله العظيم الله قاعد بيها أنا وبناتي وزوجتي وابني كبير رجال، بس مضطر اسكن وياي، قاعدة وياي بالغرفة، وين يروح؟ مرات يروح حطينا بالمطبخ، خافوا من الله يا أخي، خافوا من الله. لا إله إلا الله، قول يا الله عمي، قول يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. حسبي الله على الحرامي. الله المستعان. حسبي الله على المحافظ. يلا. حسبي الله ونعم الوكيل.
الحكومات السابقه كلها وهسه الحكومه الحاليه ما حلت ازمه السكن، ما حد حل ازمه السكن يا دوله رئيس الوزراء، انتم ما حليتوا ازمه السكن، ما طبقتوا الماده 30 من الدستور، انتم مجحفين، انتم ظالمين بحقنا. لازم 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 تنصفونه، لازم تنصفونه. يعني اني اللي جاهدت واللي ناضلت وموقفي، أنا عندي شهادة الدبلوم العالي معالجة الأورام بالأشعة العميقة، أجي أنا أصير متهم مجرم تالي وقتي يحطون علي ورقة هنا أنا ويقولون المتهم الفلاني وبصم بأصابعي. تهمتك ما عندك سكن. ليش؟ تهمتك ما عندك سكن؟ لأن التهمة مالتي اغتصاب من قبل عقارات الدولة وبدافع من المستثمر. وبدافع من المستثمر، إذا أنتم ما تنصفونه، وإذا أنتم ما عندكم غيرة علينا ولا على هاي العوائل، فكتبونا لجوء خلنا نطلع، برا العراق، لأنه مكاننا مو بالعراق. كافي تكيلوني بمكيالين، كافي، لا تكيلوني بمكيالين، ترى الله موجود.